مساء الخير مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نص جد من تلفزيون الان في حال ما لحقتوا تحضروا الحلقه على التلفزيون ما لكم غير تفوتوا على تشانل يوتيوب لايك اند سبسكرايب ترجعوا تحضروا الحلقه من اول وجديد تشوفوا حلقتنا مع ضيف اليوم ضيف اليوم رح نزركها اذا بدكم باسئله سقف عالي وبتحديات بتواجه فيها أسوأ مخاوفها ضيفتنا بحلقه الليله ممثله عراقيه دخلت الوسط الفني بعمر صغير بلش بعمر 16 سنه بالعمل في تقديم البرامج والتمثيل تعتبر من اشهر الممثلات في العراق والوطن العربي حيث شاركت باكثر من عمل فني سينمائي طلعت الدرج خطوه خطوه من الادوار الصغيره للبطوله وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنيه الحلوه التي نالت نسبه عاليه من المشاهدات من اهم مسلسل خان الذهب اللي قدمت فيه اهم ادواره شخصيه حياه عند الاف المعجبين وشعبيه كبيره في جميع انحاء الوطن العربي بعد مستمره لليوم بالنجاح من خلال تقديم مستويات عاليه من المسلسلات الدراميه العراقيه والأردنية والعربية بتنم فيها عن موهبة كتير كبيرة رحبوا معي خلينا نستقبل بين المزح والجد برويدا شاهين اهلا وسهلا فيك اهلا بيك في إلّك شو هالجمال ولا ممنوع بالعراق لا مو ممنوع عادي عادي شو هالغميزه الحلوه هاي شكرا كل والله عن قريب بعد احلى من الصور يا رويدا واحلى من الكاميرا يقولوا لي دائما للاسف لا بالعكس هنيك حلوه كثير بس هون هون رائعه الجمال شكراً. شو اخبارك رويدا الحمد لله كيف كل شيء كيف كانت التريب على بيروت حلوه حلوه ولطيفه وسريعه يلا بنبلش بالجد خلينا بالجد بدنا ايه نبلش بالجد اول شيء بس اريد اسالك هسه اليوم المزح نصه جد ولا كله جد؟ لا المزح نص جد نصه مزح والمزح نصه جد يعني أنا جد انا ما احكي معك جد بيكون في بقلبه مزح ولما احكي معك مزح بيكون ثلاث ارباعه جد هيدي نصه حاطينها بس لتقبلوا تجوا اي مو تقول هو المزح كله جد برافو عليك هو كله جد بس نحن مشان ما نقول لانه اذا قلنا المزح كله جد ما راح تجوا يلا جد منحط نصه بتصيروا تجوا خلينا بالجد ابو الناج. انت خريجه المعهد العالي للفنون المسرحيه يعني انت عندك دبلوم بالفنون المسرحيه منك من جايه من عالم العارضات او عالم عارضات الازياء اللي اشتغلوا بالتمثيل لا لا هذا الشيء بيخلي عندك شو بيخلي عندك شوفه حال بيخلي عندك اقدميه او على على مثلا اليوم انا استضفت ممثلات عراقيات ثلاث ارباعهم مش دارسين يعني ليه بتعتبرهم دخلاء على المهنه شو أنا يعني بالنسبة إلي أشوف أن التمثيل هو موهبة بالدرجة الأولى أوكي وهذه الموهبة تثقلها بالدراسة مم إذا ما كنت موهوب وعندك هذا الحس اللي المفروض يكون عند كل ممثل لو فتت بالدراسة ما بيمشي الحال ما راح يمشي الحال علمتك خشبة المسرح آه هسه انا درست المعهد بمصر اوكي درست بالبدايه قسم آه القسم الاعلام اوكي ومن بعدها حولت شويه عن المسرح بس انا احب الدراما والتلفزيون أكثر, اكثر من المسرح <applause> ليه؟ مع انه عاده اللي بيشتغل مسرح بيحب المسرح اكثر صح لانه على كونتاكت بصير تكون على كونتاكت مع لا اكيد حتى بتقديم البرامج اللايف احلى بس ما اعرف صار تستهويني الدراما اكثر ك... اذا اذا بدك تصفيهم مسرح تلفزيون سينما كيف بتصفي لي اياهم؟ سينما اكثر شيء مسرح تلفزيون اه تلفزيون اخر شيء يعني كاعمال دراميه بشكل عام سواء سينمائيه او مسلسلات ومن بعدها المسرح ومن بعدها تقديم البرامج <applause> اليوم انت ما عم تقدمي برامج بقى؟ أه حاليا لا من سنه لا من زمان عرض علي عرض علي تقديم برنامج على تلفزيون عراقي وقالوا لي بدنا نجيب لك مقدمه عراقيه معك والله ما كنت بعرفك لو كنت بعرفك كنت قلت لهم رويده شاهين يلا بركي مرة الجاي يلا على اذا قالوا لك تعملي برنامج معي بتقبله اصلا انا من سنه يدزون علي على مقابلات من بعد عمل خان الذهب وما قبلت ولا وحده بس معي بس وياك. طيب خلينا نبلش بخان الذهب، خان من انعرض برمضان 2023 جسدتي فيه دور حياه الملفت والمتميز، خبرينا اول شيء كيف تم اختيارك لتجسيد شخصيه حياه؟ بالصدفه كان اكو برنامج اسمه عائلتي تربح م. شاركت بيه كمشاركه، كنت اقدم برامج بوقتها على احدى القنوات العراقيه التيم مال البرنامج هو نفس تيم المسلسل واو حبوكه اول ما فتت وهم قارين الناس من قبل قالوا هاي حياه اوف كانه خلق الدور لك بالضبط فاجوا وقالوا لي تمثلين قلت لهم اني متلقى قبل لكن حاليا ما مفكره ارجع لهالمجال انه بالبدايه حسيت صعب انه ارجع افوت هالمجال والالتزام به بعدين سبحان الله اذا الله كاتب لك شيء راح يصير حتى لو انت ما تريده طيب شخصيه حياه شو اللي هيك شو الملفت فيها قد بتشبه هيك قد تعلمت يعني ليش هالقد نجحت معك لانه 90% اني حياه شو خبريني اكثر واكثر تفاصيل الشخصيه كلش تشبهني بهدوءها بانه بي هي انسانه مسالمه ما تحب المشاكل مع ذلك المشاكل تجي لي انت المشاكل بتجي لعندك مع انه ما بدك مشاكل تقريبا مشاكل من اي نوع مو مشاكل قوية لأن أنا شخص كلش شوية مسالمة مو بس مسالمة يعني اختلاطي قليل أصحابي مشاكلك إذا أكثريتها شو عائلية عاطفية مادية معنوية شو؟ هي كل فترة شكل عائلية لا الحمد لله احنا كعائلة اكو ترابط قوي بيناتنا مريت بمشاكل مادية اكيد عاطفية اه اكيد مين اللي زعلك بس بدي اعرف <applause> بلش هشام شو؟ اه يعني إنه هو هيدا اللي زعلك؟ اصلا اصلا بدي اقول لك شغلة ما طقته من الاول يعني وقت ش... من أول بكرهته ما حبيته مو بالله؟ ايه ما حبيته ايه ما ما كلب على شو كان عجبك فيه اصلا؟ هو منو هو؟ ايه هو منو؟ هو واحد منهم يعني <applause> اللي هو اللي هو أي اكيد كل بنيه تمر او كل انسان يمر بمشاكل او سوء اختيار وكله انت انت قلتي اهم شيء قلتي فيه قلتي انه بيجوا المشاكل اللي عندي بدون ما انا اكون بدي يعني انت بتكوني مبتعده عن المشاكل مشاكل بتجي لعندك مثلك متل... مثل مثلك مثل الحياه طيب شاركتي مقطع لك من كواليس مسلسل خان الذهب على انستغرام كتبتي تعليق ملفت من اقرب المشاهد الى قلبي عم تحكي عن مشاهد حياه لاني هذه الجلسه نفسها بالضبط بنفس الكلام صارت مع اختي الكبيره عن ما اختك انت لما لما جيت اتعب من مواجهه الحياه خلينا نشوفه سوا اول شيء ما طلعي لا تحبسين نفسك وظلين تفكرين لا يا مو فيني شوي ارتاح تعبانة حبيبتي هذا اللي جاي يصير هو جزء من التضحية كل اثنين بالدنيا من يتوافقون تلقين اكو عارض انت لا تستغربين ولا تنقهرين ما دامك صادقة وجاية تمشين صح تخرب نفسك كوني قوية لانه بالاخير ما يصح الا الصحيح ماما يلا تقومي رح يصير الغداء يلا حبيبتي لا تفكرين بالشغل انسيه حبيبتي هم اللي يحتاجوك مو انت اللي تحتاجيهم ماماتي اني يعني كل راس شهر اجيب الراتب وأخلي بيدك مم. اذا على الايجار لا تشيلينهن نظام على صفحة قلتي؟ لا أمي الموضوع مو موضوع فلوس الموضوع معنوي مستغربه من هذه الحياة هو المشهد أطول من هيك وحطيتيه كله على إنستغرامك وقلتي أنه أنت عاملة نفس الحديث مع أختك الكبيرة تماما نفس أنت المشهد أنت بالحياة تعبانة من, ح... من حياة؟ يعني أنت اليوم تعبتي من مواجهة الحياة وأزماتها ومطباتها؟ لأنه ال... الإنسان اللي احنا نقول بالعراقي مو ملعب انسان يعني المو ملعب الإنسان يعني الانسان اللي ماشي عدل عادل ستريت يتعب بالحياه يعني ليه الحياه مليانه آه الناس الناس آه نادرا ما تلقى شخص يعاملك آه بوضوح واريحيه الكل يلف ويدور والكل عنده مصالح بالتقرب منك آه خلينا نقول 90% اوف اوف آه لا انت تقدر تصير تشبههم حتى تمشي امورك وياهم ولا انت تقدر تبقى على ما انت عليه وتعيش وياهم فصعبه أوف... فصارت هذه القاعده بيني وبين اختي تماما انه ليش الانسان النظيف الزين يتعب بالحياه؟ الى اي مدى تعبتي؟ هل تعبتي الى مدى الاعتزال مثلا؟ اعتزل فتره كنت وارجعي اوف بتحب ترتاح؟ يمكن اني حساسه هوايه يعني الامور اللي مرت علي مرت على هوايه ناس بس استقبلوها طبيعي انا شويه حتى بعلاقاتي مع الناس عاطفيه يعني حتى الصديقه بتكون لي صديقه اذا ما كنت احبها وهي تبادلني نفس الشعور عندك اصدقاء ولا ما كثير قليل كلش بتنقي بتنقي كلش قليل سالكتف. اي مم. ما عندي اصدقاء بس للتسليه وال وانه اضيع وقت لا اما صديق مقرب اما ما اريد ومش من الوسط ولا لا؟ آه لا من الوسط ما عندي اصدقاء بس واحد احمد الخفاجي بس بس والباقي ما عندي أصدقاء؟ الزملاء احبهم واحترمهم بس مو صداقه وعندك مشاكل بالوسط ولا لا عادي لا 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 ابدا ما عندك مشاكل مع احد لا ما بتذكر حدا جاب سيرتك بالعاطل معي لا لا سمعتي مرة حدا جاب سيرتك بالعاطل معي لا ابدا طيب حتى النجاح اللي حققتيه بالمسلسل كان وجهه مش حلو عليكي بصراحه صح من بعد ما خلص بعد الانتهاء من مسلسل خان الذهب اكتشفت انه عندك ورم على الغدد اللعابيه وقمت باجراء عمليه لاستئصال هذا الورم وهالامر تسبب لك بمشاكل بالعصب المسؤول عن حركه الفم صحيح. وبالتالي وقت نجح خان الذهب كل شيء صار في مؤتمرات صحفيه وظهورات بالميديا انت ما قدرتي تظهري فيهم لانه كنت عم بتعاني من وضعك الصحي اول شيء خبريني عن هاي التجربه أدى كانت صعبه ومؤلمه وقت اكتشفت انه عندك ورم شو قد شو شو قلتي ما خفت مم ما اخاف من المرض ولا اخاف من الموت شو ايمان شو اي الحمد لله لانه اعرف كل شيء مقدر ومكتوب بس بعد العمليه لما صار عندي هذا الخلل بالعصب وصار عندي صعوبه بالنطق اوف قد فتره يعني على ثلاث اشهر من بعد واو العمليه وكنت لما احكي كلش يعني حلي لا لا ما وصلنا آه لهالدرجه آه <applause> عفوا اوكي <applause> بس كان حلقي نعوج انتم تقولون باللبناني بيلتوي بيلتوي <applause> مو لاوي لقوة لقوة، اي بالضبط فشت لما مره حسيت نفسي تحسنت شويه وطلعت لايف لما شفت نفسي باللايف بعدين انه انقهرت هوايه اللي قهرني اكثر انه الناس تقول من التجميل أوف. انه شوفوا من التجميل صار بيها شوفوا من التجميل وصلت مرحله ما تقدر تحكي و... شو عامله تجميل انت؟ شنو رايك انت شو مسويه تجميل؟ ما مبين على وجهك عامله تجميل؟ بس شوية فيلر هنا ايه بس بس, بس شيء غير؟ لا آه مبين سويت منخاري من زمان كلش بس يعني اشوف بعد سنوات رجع مثل ما هو لان سويتها بعمر 16 سنة اه كبرت العظمة رجع مثل ما هو لأن رجع لانه كنت بعدني ما واصلة سن البلوغ يعني طيب اعتزلتي ورجعت اعتزلتي ورجعتي كذا مرة يعني ترتاحي وترجع ترتاحي وترجعي معقول ترتاحي لل يعني على طول؟ تعتزلي بعمر صغير هو شوف لما اعتزلت سنوات ورجعت كان الرجوع أصعب من البداية م. يعني بالبداية صارت صدفة ودخلت مجال تقديم البرامج وإجتني صدفة دخلت بمجال التمثيل لكن لما آني قررت أرجع أفوت هذا المجال كان كل الصعب علي لدرجة إنه أكو قنوات شغلت شغلتني كمقدمة برامج ومنطتني أجر م. يعني شغلتني لمده ثلاثة اشهر بدون مصاري بدون مصاري ما كان هذا الاتفاق لكن هو أكيد. كان أكيد نوع مش معقول من الاستغلال بلا مصاري امم فتعبت مم. تعبت بالرجوع كلش هوايه ليش في ليش في دائما احاديث هل انت عراقيه ام اردنيه والله ما اعرف في جزء لان كنت عايشه بالاردن عشت فتره طويله عشت يعني على اي تلفزيون عملت برامج دجله دجله هاي الاخيره اوكي بس قبلها يعني هي بالاردن لا انا يعني اشتغلت وياهم من اربيل اه من اربيل اوكي بالاردن كنت اشتغل ويا الشرقيه اوكي مم. اوكي وبش... يعني لانك يعني عايشه بالاردن كان دائما ما يعرفوا اذا انت اردنيه ولا عراقيه؟ انا يعني تركت الاردن من سنوات طويله بس انا ليش يقولون علي اردنيه والله ما اعرف انا عراقيه ابا عن جد يعني طيب شائعات اخرى كمان عم تطلع عليك انك على علاقه حب او خطوبه مع البطل اللي شاركك بطوله المسلسل خان آه ايه آه صحيح هل في آه. دخان من دون نار؟ اي والله اكو بس بقى والله العظيم اكو والله العظيم ولا 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 حتى هيك شويه شويه ود وحب صغير هيك لا لا ابدا جاذبيه انجذاب شيء اقول لك شيء شو؟ هذا حصري بس لك ما حكيت به بأي شو؟ لايف آه اني وسيف الشريف اول مقابله لنا بالريدنج كنا مو طايقين بعض والله؟ <applause> <applause> ابدا يعني لا اني استلطفته ولا هو استلطفني آه بعد اول مشهد سويناه كان مشهد الجامعه لا ما انغرمنا ما عفوا عفوا نغرمنا بس صار انه في قبول كزملاء عمل بس انه شيء من علاقه او حب او هيك لا ابدا طب ليه بيطلع شيء اصلا احتمال شوف قالوا انه اني أكو على علاقه حب بيني وبين احمد الخفاجي وبعدها خطب وهو وساندي كلش اصحابي آه هسه هاي همينا انه أنا وسيف الشريف على علاقه طيب وراح تشوفون انه راح يخطب قريبا واني دائما اتبرا من هذه الشائعات اه يعني وجهك, حلو على اللي بيتهموك فيه اي يعني بس بس شي مره هن كان وجههم حلو عليك شي مره انت خطبت من ورا لا والله أه كل شي ما طب وين الحب والخطوبه بحياتك اليوم أه ما اسعى ورا فكره الزواج يعني ما افكر انه انا اريد اتزوج بس اذا صارت واجأ نصيب زين وشيء على اللي ببالي واعرف راح ارتاح وياه ما عندي مانع بس ما ادور على الزواج هلا ما عندك حدا ابدا لا ما عندك حدا اي متى اخر مره كان عندك حدا بحياتك ما عندي اخر مره وشو بحياتك ما كان عندك <applause> هشام آه؟ شو حبيبي قطع لا ما راح أقطع اي متى اخر مره بليز بليز بشرفك بشرفك انت ما حبيت ولا مره يلا شو عم تحكي معقول هالفتاه الرائعه الجمال ما حبت ولا مره؟ طب ما انحبيتي؟ انا حبيت اكيد. بس انت ما حبيت. انا ما حبيت لانه اكو شيء اسمه تعلق انت تفوت تمربي بالعلاقه تتصور انه هو حب بعد ما تخلص هالعلاقه وتطلع تطلع منها عاده تطلع انه لا انا والله ما كنت احب انا كنت متعلق انا جوز ظروف فراغ او احتياج عاطفي تصورت انه حب بس حب حقيقي اللي انا هسه بهالعمر فهمته وعرفت شنو الحب ما حبيت من قبل. م. طيب حياتي الشخصية ملكك بس بتشاركيها على السوشيال ميديا، يعني بتشاركي بتطلعي لايف، بتشاركي جلسات تصويرك، اليوم قديش اليوم رويدا والسوشيال ميديا اصحاب؟ آه أنا السوشيال ميديا ما أعتبرها بيزعجك يعني شيء شي فيها؟ آه عمل، آه أنا إنسانة مزاجية شوية أوكي هاي المزاجية متعبتني، فمتابعيني متعودين علي، مرات شهر أختفي ما أنزل شيء أبداً أوكي ومرات أصير كل يوم أظهر كم فولور عندك؟ مليون على انستغرام وعلى سناب مو ما لي بالسناب هو وين عندي غير انستغرام بس أنا عندي فيسبوك بس اكو ادمن عليه بس اللي اني شخصيا اكون موجوده عليه بس الانستغرام مليون عندك اوف وارقام مزبوطه 100% اكيد ارقام مزبوطه 100% بكره ببين الارقام اللي رح تجيبها حلقتك 100% لانه في في ناس طلعوا معنا بينفتحوا بيكون ارقام عاليه لا على التوش لا اني مي... يعني هواي ناس يفوتوا لي نحط لك لايكات فيك او مشاهدات او فولورز فيك دائما ارفض طيب ايام في صور صور جلسات تصويريه بت لها شارع قد انت جريئه اليوم على السوشيال ميديا؟ قد ايه صور جريئه؟ لا ما عندي جرأة ما عندك صور ما عندي جرأة لا أنا شخص كلش كلاسيكي وبالسيف سايد يحب يكون دائما يقال انك يقال انه على السوشيال ميديا عمرك اثار الجدل انه في ناس بتهمينك انه انت اليوم لانك دخلتي عن عمر صغير انه انت عمرك كبير ولكن من وراء العمليات التجميل ما بتبينه أه كيف انحسم الجدل بالاخر من انحسم لي يعني وصلوني لعمر ال48 52 شو أه طب انت قديش عمرك ما اقول لك هسه ل... لو شو تسوي لس تعرف ليش ما اقول لك؟ انا من الاشخاص اللي يحبون دائما يبقون محافظين على شبابهم، يعني ممكن انا اكون الشحروره مال العراق بعد كم سنه أوكي. احب اكون دائما محافظه على جمالي واحب دائما ابين شابه فحتى اذا قلت هسه عمري راح يحسبوه بعد كم سنه اللي قدامه ينعرف، خليني اقدر اصغر بعد كم سنه اه بدك ذلك تضلك تعلي لا يبطل فيك تخبي، يعني بت... نهاري ببطل فيك تخبي نهالي بطل فيك تخبي بتقولي لا لا هم صغر اكيد تقدر تلعب لك فد باربع سنين يعني يعني اليوم يعني اذا اليوم انت تلعب يعني انت بس بس انا هسه ما صغر عمري يعني انا انا صراحه شو بعطيك لما نسولف اقول عمري الحقيقي انا صراحه شو بعطيك 28 سنه 28 حلوه مو بعيد مو بعيد مو بعيد 26 تقريبا لا تشوف يريد شوية شوية حتى يوصل لا ما توقعني 22 بالفرق. يا الله 22 <applause> مو لهالدرجة بس أنا مبين علي 22 بصراحة الحمد لله وشكرا شو أنا جايبك هولي لعلي معنوياتك جايبك عافية أريدك أكثر طيب كنت مؤخرة من الأسماء الرسمية المرشحة لنهائي مهرجان العراق الدولي للتمثيل فعن فئة أفضل ممثلة دراما عراقية شابة هل تعتبري نفسك الأفضل؟ هل أنت الأولى اليوم بالعراق؟ ما اكو واحد يقول عن نفسه هو الاول طب ليش اكو اكو ما يقول اكو مين يقول؟ منو يقول عن نفسه الاول؟ ايه طيب ليش ما ليش ما ليه ما بتقولي؟ إذا أنت الأولى ليه ما بتقولي؟ الناس المشاهد هو يحكم ما يصير أنت تقول اني أول أو ثاني امم آه كل شو بعد بدك لتصيري أولى؟ أي مسلسل بتقولي أنا لو عملته مثلا مثلا آه إنتاجات عربية مشتركة هل ممكن تفتح لك الباب لتصيري أولى؟ أول شيء هل هل متاح للممثلات العراقيات يشاركوا بانتاجات عربيه مشتركه يعني هم فاتوا على الانتاجات الخليجيه آه. بس مو دائما مو دائما مو نهائي بس مو دائما ينطوهم حقهم يعني ما ياخذون دور اساسي ما بياخذون ادوار اساسيه او بطوله ياخذون ادوار ثانويه ليه الممثل العراقي بعده اليوم فقط محلي ماركتينج ماكو ما في ماركتينج واللهجه برأيك مثل... برأيك اللهجة ممكن تشكل حاجز يعني اليوم سوري لبناني بيشترك بمسلسل واحد حتى مصري إلى حد ما بيكون معهم بس العراقي عنده لهجة مختلفة بس هسه أنت تفهم علي أنا بفهم عليك أنا شو أنا صرت معاشر عراقيين أكثر من اللبنانيين لا لا مفهومة ال... عاكو كلش وهواية صرت بعرفه كله أكو, آكو صرت كله بعرفه هلا أنا شيء تاني بس المشاهد منه مش كل العالم عايش عراقيين بس ما أعتقد إنه العائق هو اللهجة, اللهجة لا أبداً بس شو شو سبب رفضك لك العروض اللقاءات والمقابلات ليش تخليك قلتي لي قبل شوي انه رفضت ليه مزبوط ما طلعت ولا لقاء من بعد السلسل أه ما احب يكون عندي هواي ظهور باللقاءات احب اكون مقله يعني شو تريد تحكي نفس الحكي راح ينعاد يعني يقال انه عندك انك شخص بينسى كتير عندك ذاكره سمكه بعد كورونا بعد كورونا بعد اصابتين بت كورونا بتآمني بهالمقوله ان كورونا بتضعف الفكره شفتها بنفسي يعني انا واختي الكبيره نفس الشيء وانا كنت عندي ذاكره حديد يعني بالبيت والله. اللي يريد يضم شيء ضم يمي لان انا ما انسى هسه لا يعني لدرجه احكي تليفون اسد التليفون اقول هو اللي خابرني كان يريد لهالدرجه اي والله شو صار معك ماما شو صار معك بعقد الاعلان ال ألف دولار صار معك شيء اه اي على النسيان والله اي على النسيان يعني. شو صار معك مرة اجاني يعني إدارة الأعمال وصلوني إنه بأحكي ويا جهة يريدون إعلان، كان تكلفة الإعلان تقريباً كاملة تصير بالعقد 100 ألف أنت بتقبضي 100 ألف يعني؟ إذا العقد طويل يعني مطالبهم هواية 36 ستوري وأربعة بوست وأربعة ريز وهيجي فيعبر في ال 100 ألف شوية. فاني اول ما فتحت التليفون دا احشي وياهم اختي بسرعه تريد تنطيني ورقه وقلم حتى اسجل الحوار اللي دار والمطالب حتى ما انسى فهي ما تعرف وين الورقه والقلم كنا هسه جايين جايبين عشا كباب من برا <applause> قامت راحت جابت لي الوصل مال الكباب اللي كله زيت وكشور الطماطه المشويه وحطتها على المخده مالتي وأنا قاعده يلا سجلي سجلي انت راح تنسين فأني طلعت من الغرفه بعد ما خلصت المكالمه هي تصلي طبعا بس اني ما قدرت انتظر تخلص صلاه قاعده هيك قلت اتي من كل عقلك عقد ب ألف دولار جايبت لي وصل مال كباب كله زيت اكتب عليه التفاصيل شادي ايش اسوي خاصة صلاه هي فارطه من الضحك هو شو دعاي للبصل يعني لانه على كباب لازم يكون يا بصل يا بندوره هو كان لازم هيك شيء يكون اي والله وزبط العقد ولا ما زبط لا والله ما ضبط هذا الوصل ما كان وجهه خير علينا لكن الكباب كله وجهه خير بتحب الكباب <applause> مو هوايه لا يلا بناخذ اول بريك بحليه ليلي وبعد البريك المزح لنصه جد ابو الناج روح عودة لحلقة المزح للسجاد مع الممثلة العراقية رويدا شاهين مطلوب منك عن جد هلا رويدا يا اما بدك تجاوبي يا اما بدك تنفذي التحدي او تواجهي أسوأ مخاوفك عادة بنعرف كثير انك بتحبي الطبق اللي بقلبه بصل وفلفل حر ما هيك كثير لا بالعكس يلا جيبوا لنا الصحن يا بتجاوبي يا بتاكلي لا اي والله وبصل؟ وبصل وفلفل حر أوف لا مستحيل وأنا إياها يعني لا لا مستحيل شو؟ لا ما أقدر إن شاء الله ما يكون السؤال صعب مش سؤال واحد كذا سؤال أوف. بطلب منك عن جد أبو الناجح مع مين من هول الممثلين اللي عم يطلعوا على الشاشة مش ممكن تمثلي دور غرام؟ تفضلي باسل خياط وصاي خولي يوسف الخال تيم حسن مع مين ما امثل لا ما تمثلين لا اذا قلت لك مع جايبهم كلهم حلوين يعني اذا قلت لك مع مين تمثلين حد لي كلهم مع مين لا تمثلين ما امثل والله كلهم حلوين ايه يعني بعرف كلهم حلوين بدي واحد ما بتقبل تمثلي معه مشهد غرام او بتاكلي بصل لا لا ما اكل بصل لحظه مر مو لانه ما اقبل امثل بس راح لانه هو من اخر الاحتمالات يوسف الخال يوسف الخال اللبناني الوحيد ولو كرمال يعني يا <تصفيق> <تصفيق> ليه بتكرهي ليوسف مو أكرهها لا <applause> ليه ليه بتكرهيه قصي خولي اعشقه كلش احبه على تعملي دور غرام معه مو قصة تيجي احبه كممثل يعني ايه كممثل انا شو على بالك تعملي معه دور غرام كانسان كأ كممثل ايه باسل خياطي يجنن بجنن تايم يوسف بس ما بيسوى لا بس يعني هو بالنسبة إلي يعني حطيت بالقاء لا لا مو معي فهمت عليك إنه بس إذا أسوأ واحد بيناتهم إذا بيها بصل كيفك مثل ما تريد شو؟ اه بتقولي عنه أسوأ واحد وما بتاكلي بصل أوف هل قد بتكره البصل؟ ما أقدر آكل بصل ما أقدر آكل بصل اسمه <تسج> um> بصل تسموه بصل؟ بصل والبندورة شو بتسموها؟ طماطة طماطة طماطة؟ طماطة طب طيب سؤال في هالميم ليه ما بتقولوها؟ إن هي يعني طماطم اسهل طماطه طماطة أسهل إيه بس بس إيه على على الدين مش ضابطة كثير بس طماطة إيه؟ طماطة هلا في بصل أنا هو. أي نجمة من هالنجمات الدراما العراقية ما بتحبي أدائها ومش ممكن تمثلي عمل معها آسيا كمال زهور علاء إيناس طالب إنعام الربيعي ريام الجزائري ألاء حسين هند كامل أه هسه احنا صرنا بالساحه العراقيه فراح تسبب لي مشاكل يعني شوي احنا على اللبنانيين نموت اه نحن اللبنانيين عمرهم ما يرجعوا بس لا, لا بس مو تعرف واحد من يكون بوسطه هو تجيب نص ملعبه مو مثل لما يعني تاكلي بصل لا ما اكل بصل راح اسوي نفس الحركه راح اعطيك اللي هم الترتيب بالاخير يلا مين بالاخير ما امثل وياها نقول لا تزعل مني اكيد اوجه لها تحيه كبيره بس نرجع بالترتيب بأي ناس طالب بتكرهيها؟ لا ما قلت اكرهها والله الشمس كعراقيه يو... اكره وحده إيه أناس يعني ايناس يعني ما بتحبيها ابدا ما ممكن تمثلي معها من بين سبع ممثلات نقيتيها هي هل قد ما بتطيقيها ما اطيق البصل ما اطيق يعني المشكله الوحيد بس انه بتكره يعني بس هي بس البصل بتكرهيه اكثر منها الباقي ما تبقى يعني لو حطيت لك البصل كنت نقيت البصل وحطيت لك اناس محل والله مو هيك بس انا اليوم ما خليك تفوز علي لا بس ولو ما بتاكلي بصل ولو بتزعلي اناس وما بتاكلي بصل لا هي تتفهمني اكيد وفهمت انه انا راح انطي اسم شلون ما كل بصل انسي اللي حصل <تصفيق> <تصفيق> الله يستر طماطه الله يستر. طماطه حم حاط لي طماطه انت ما حاط لي بلا بس الاحمر بس فلفل لا وطماطه وفلفل احمر وبصل زين مم. الله طيبين يستر. كم طيب. سؤال باقي على مين بالنسبه لك مين بالنسبه لك من هول الممثلات الدراما العراقيه الشابات ما بتنافسك بالمره يعني انت افضل منا بكثير هند نزار براء الزبيدي زهراء بن ميم ما تنافسني مم. الله على لا ابدا والله ما كل اليوم لو هسه حرب بالساحه الفنيه العراقيه يا <applause> لطيف <applause> والله ما يا لطيف اشوف دم وما اكل بصل كلهم تمثيلهم يجنن ونجوم حالهم لكن بالساحه ولكن ما اكل البصل فراح اختار زهراء بن مع انه تخبل هي زهراء بن ما بتحبيها هي ما بتنافسك بحياتها لا والله تجنن يا إيه يعني خلينا نقول ايه طيب مين برايك صفي لي من الافضل الى الأسوأ ممثله دراما عراقيه صاعده ساندي جمال غصون حيدر، هبه عادل، سارة أوس، رشا رعد، أميمة جواد من الأفضل إلى الأسوأ أو من الأسوأ إلى الأفضل ضروري؟ ضروري أو الغصون آه أوكي الأفضل نحط أميمة أميمة نمبر وان، أميمة جواد ساندي

هذول البصل <applause> والله انا قلت ما عندي مشاكل ما عندي شيء اليوم هشام ما راح يلقى شيء يم بس وقعت ورطني بالقوه لا وش بالقوه عفوا حضاراتهم حضر... فخامتهم <تصفيق> فخامتهم <applause> هذول فخامتهم <applause> رتبهم انت بكيفك اه يعني هبة عادل ورشا عاد مثل بعضهم اي وحده اسوء من بعضهم ونحطه كيف ما بدك فهمت عليكي عرفنا انه من نفيت طفولتي كنت لما يجي لعندكم ضيوف بعد ما يغادروا يطلبوا منك اهلك انك تقلدينه معايا كنت تقلدي كثير منيح اي طيب نقي لي شخص من الوسط الفني مميز بيلفتك بشخصيته وقلدي لنا اياه هشام حداد بتعرفي إيه تقلديني؟ امم إيه قلديني بس اول شيء رح ابدا من الدخول مالك عم ما بتمسخر علي والبطفة. طونة شويه الكارت, الكارت. الكارت. خير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم المزح كله جد واذا ما تابعتونا على قناه الان فيكم تشوفوا الحلقه على يوتيوب اذا ما تشوفوها على التلفزيون ضيفتي لليوم انا جاي لامزح معه وبحجه المزح نص جد راح يكون كله جد راح اجلدها واعمل واذا كانت ما عندها مشاكل وبحاله رح خليها تفوت بالمشاكل بدنا طيب لها اليوم اللي جلدتها عن جد وقريبا رح تعتزل الوسط الفني بسبب رويده شاهين اول مره حدا بقلدني مزبوط اول مره هي هيك على الخفيف عن جد امبرسيف والله العظيم امبرسيف برافو على الخفيف فيك تلعبي كوميدي انت <applause> اي <applause> ايه والله فيك تلعبي فيك تلعبي كوميدي انت؟ ايه انا اللي ما يعرفوا علي اللي يعرفوني هيك سطحيا يعني يشوفوني احد كلش رسمي وهادي ولكن بس اني اكو قرد بلاستيك جوايا اجوبتها <applause> في قرد قرد بلاستيك؟ نايلون جوايا ما يعني يطلع بس للناس المقربين يعني تشوفني شخص مختلف يعني تماماً شوفي معزتنا قد ايه كبيره لحتى طلعت 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 من البدايه من جيتك معزتك كبيره جاي واعرف دا دمر نفسي وجيت <تصفيق> <تصفيق> هذا اكبر دليل <applause> طيب نجمة دراما عربية بيلفتك أو بتغاري من نجاحها ونجوميتها ما بين سيرين عبد النور، ديما اند لفت، نادين نسيب نجام او ماجي ابو غصن. <applause> احب اكثر شيء شغلها يعني او بتغاري من نجاحها اغار من نجاحها؟ لا ما اغار أوكي. بس احب شغل نادين لانه تمثل صفي لي يوم من الاول للاخر مو غير اني يعني ما احكي شخص يعني أوكي. شخصي احب شغل نادين لانه اقرب للطبيعي اوكي آه ما به تكلفه لكن آه البقيه اكيد ممثلات آه مهمين مهمين جدا وتمثيلهم كلش قوي لكن نادين انت على فكره, على فكرة انت هلا بس حطوا لك مشهد من خان الذهب بالكاميرا يعني حسيتك بتشبهي سيرين عبد النور ممكن. لايف لايف بتشبهي دليدا خليل ما حدا قال لك يا قبل؟ بلي قليل. بشكل رهيب يعني اني يعني لايف هو يختلف شكلي عن التلفزيون ايه حتى هون كان عاملين شعرك اسود هلا انت شعرك هون لا بحكي بخان الذهب شو كان شعرك؟ نفس اللون نفس اغمق اللون شويه بس يمكن بالاضاءة كنت. بالاضاءة اي بس لما يغمق شعرك حسيت بتشبهي سيرين عبد النور شوي معقول بالتمثيل حلوة. ايه والله حلوة. بس هلا لايف تشبه دليدا دليدا خليل وبس عملتي بروك وعلى فكره بتعرفي شو بتحزري شو بتشبهي كمان فيك شيء من رحمه رياض كمان قالوا على السوشيال على السوشيال ميديا قالوا يعني بس عملتي بروفيل عملي بروفيل رحمه رياض ودليل خ... فيكي رحمه رياض دليدا خليه سيدي عبد النور مع بعضهم ميكس رائع ميكس رائع فعلا ميكس رائع شو هالسبحان من مين صورك تسلم لي مطلوب منك تصنف النجوم الدراما العراقيه الرجال هون من الأسوأ الى الافضل احسان دعدوش اياد راضي جواد الشكرجي سامي قفطان غالب جواد محمد هاشم أه الافضل بصل لا اجا دور البصل لا ابدا مو قلت لك اني يعني راح تشن علي حرب مو طبيعيه بالوصل ولكن ما اكل بصل أه اياد راضي كلش احب تمثيله اياد راضي اول الاستاذ اياد راضي لانه هو مبدع بالكوميديا ومبدع الدراما. بالدراما, أوكي. يعني كل واحد حقها اسماء كبيره كلهم استاذ سامي قفطان اللي هو سامي قفطان ثاني اشتغلت وياه بالمسلسل، جواد الشكرتشي محمد هاشم محمد هاشم رابع، بعد عندي غالب أحسن جواد واحسان دعدوش احسان دعدوش و وهذول بس احسان دعدوش خطه يعني شو <applause> عفوا كوميدي يعني اكثر اوكي وغالب جواد هم كلهم انا يعني بس اخلص موضوع البصل طيب اخر بريك بحلية ليلى ومن بعد بريك عم تمزح اكيد حتواجه تحديات اخرى يا رويده بعد بريك ابو النج <applause> بعد بريك عوده لحلقه المزح نص جد مع الممثله العراقيه رويده شاهين اذا ما لحقتوا تحضروا الحلقه لايك اند سبسكرايب مسخر علي بعد حضروه على اليوتيوب حضروه على اليوتيوب لايك وسبسكرايب سبسكرايب قناه الان الان تي في اه تشانل اه رويدا هلا بدك تواجهي تحديات كمان في اشياء اه انت بتخافي منها اذا بتجي... يا بتجاوبي يا اما بتواجهيها اوكي عم تمزح اكيد ابو الناج <applause> جابوا لنا العلبه الصغيره عملوا معنا لا مو كان ايه. الاكل اهون هاي شنو يعني صرصور <applause> خافر. يعني لو تجيب لي حيه بس لا تجيب لي صرصور في حيه وفي صرصور أه حيه اهون أه يعني أه شو راح يصير؟ يا اما بتجاوبي يا اما بتحطي ايدك بقلب العلبه عليك الله بيا شيء حقيقي يعني؟ أه؟ والله؟ أه؟ عايش؟ تعي شوف لا شو ميت لكان؟ بدك تشوفيهم؟ لا والله اخاف تعي شو من بعيد؟ خا ما يطير <applause> طيار لو مو طيار لا بس بيعمل هذا اشوف اشوف يا يعني أجبته. لا بشرفك لا اجري <applause> هيك <applause> انا صعد على رجلي الصرصور كان عمري اربع سنين ايه لي حد هاي اللحظه اتذكر الشعور إيه هلا بدك تمسكيه لا مستحيل بدك جاوبه. بس حسكر يعني شيء ما يودي بداهيه ما يخالف اوكي لا أنا بس طيب مطلوب منك تكشفي عن ممثله متعديه على المهنه ولازم برايك تعتزل أوبس. لانه ما بتقدم اي مضمون مهم عراقيه عربيه عراقيه وعربيه لا مستحيل لا, تحطي ايدك جوا لا بيه مجان. إيديك يعني ما بيها مجال تحطي ايدك جوا يعني ماكو اعفاء اعفاء شو 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 تعفيني من السؤال ومن التحدي ما في يا ريت ولا بتاكلي بوصل اكل فلفل تاكلي بصل فلفل بصل لا فلفل بصل اذا بتاكلي بصل هلا فوت أه. والله ما يصير ما ترهم هيك شيء بتاكلي بصل أه اكل بصل جيبوا لنا البصل فوتوا لنا البصل ارجعوا هاي البصل حاضر <applause> انت قلبك قاسي قوي قوي اصلك هلا عن جديد يعني بدي شيء بصله هذاك كان ارحم يلا هذاك كان فيه بعد اكل معه هلا انا انا اكل انا لا, لا مو هالقد لا مو هالقد طياره 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 مو, مو هالقد عليك الله طياره 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 اير بلين إير لا مو هالقد والله مخفف كلها كلها <تصفح <تصفح> <تصفح> ما اقدر ما اقدر يلا تقدرين لو تريدين تقدرين هلك جوا ما تخافي هاي امي تقول مين الممثله اللي خرجت تعتزل العراقيه عمرة ما ترجع اوقف خلي لقي لي وحده اوف <applause> حفطت حفكر بوحده اوقف لا ما اقدر احس بوصل والله اقول البصل ولا تعملين مشاكل مع ممثلات عراقيات بصل عفوا لمي حطيها بتمي بس هاي اوكي لا كلها 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 هلا هاي <applause> ما ادريت اصلا ما ادريت حتى هاي ما أدري. <applause> ماشي اطلت اطلت عمل عمل يعني عذبتني اعتبرتها كلتها خلص اوه يا الله موت بحياتي ما حطت بحلق البصل الله يسامحك على هالعمله طيب هلا تاني قالوا لي عندك عندك خوف من الاماكن الضيقه فوبيا عندك فوبيا اي طيب يا بتقولي لي ممثل اوكي يا بتقولي لي ممثل عراقي لازم يعتزل مش ممثله ممثل عراقي لازم يعتزل يا اما بترقص شرقي على الهواء اوه اوكي يا اما بتقعدي بصندوق مغلق اقعد بصندوق مغلق مش ما يخال. صندوق مم. لا يا اما بدك تحطي ايدك بالصرصور ما عندك صندوق ما عندي صندوق <applause> منزوع منزوع يا اما بتحط البصل جربته يعني ما اقدر اخلي ايدي اوكي ما بترقصي؟ لا عن جد ما بترقصي؟ والله ما ارقص ليه؟ شو بيأثر؟ ما أعرف ارقص يلا تحطي ايدك؟ يعني شوي بالطرف لا بتحطي ايدك جوا ويمشوا على ايديك ويمشو وبعدك تشيليها لا يعني انت ليش هذا حكم فرعون تبوصلة تبلعيها بدون <applause> بلاستيك معقول يعني اجيب لك صاصين مضبوطه لو ادري هيك احط البصل بحلقي يعني لا اله الا الله الله <applause> <applause> <لو> ادري <applause> تعرف هاي مره لازم تجيب شيء حقيقي بقى عايش جمع الحلقه الجايه في حلقه في وينون في عايش حرام عليك اجيب لي العايشين اه في عايش اجيب لي من يعرف انا جيب جيب ما تسحب جيب أشواء. عقرب اه دوده عقرب جايب لي جترة تموتني سكت دوده يي عايشين ايه هو عايشين هاي آه دوده شيليا وكليا زين هو وين السؤال يا سؤال بدك تشيليها وتاكليها يا سؤال يا اما آه. ممثل ممثل يعتزل او ارقص او اشيل دوده ايه آه. <applause> 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 الدودة أهون من الصرصور هاي فاتتك والبصل ده ما أقدر بس هاي شنو هاي شرانق إيه اي شرانق عم تعمل هلا شرنوقة وذا تق... هاي ممكن تقرص إيه هاي بتقرص نحن جايبين النوع اللي بيقرص مسمي هاي يوم 44 إيه عفوا إيه عفوا أنا اي مغربط مش دودة هاي 44 مزبوط مزبوط <applause> مع شعر <applause> تجري ترقص شرقي؟ إيه مصري يعني مصري اوكي اوكي أيه. يلا واني قاعده لا واني قاعده واني قاعده لا واني قاعده لا شو بتقلي بس مالك علاقه شلون واني قاعده بتقلي ممنوع وانت مالك علاقه شلون؟ شو اللي عم تزعبري يعني واحد ما يعرف يرقص شنو يلا تيك تاك خلاص هذا هذا رقص هذا رقص مستور ومو اباحي هلا شو عم تبرري قبل ما تروحي على العراق عم تبرري قبل ما تمشي بعد ايش اللي سويت لك هيك شو هيك انا مصري بس رقصتي شرقي يلا مش مهم رقصت. رقصت شرقي رقصت خلص قدرنا نعمل لك ال شو اسمه التحدي اوكي بدك يا اما بتاكلي بصل يا اما بتشيلي دوده اوكي يا اما بتفصحي لي عن سر مش فصحتي قبل بحياتك شي سر عن شي معلومات شخصية عنك أو عن عائلتك من كف الرقصة؟ لا لا بعد ما عندي حركات خطة تريتا <applause> توتا تريتا ترينا نارينا وانت قلبك قاسي قوي قوي انت مش بتحس كده وكده شايفة هاي اللقطة بالفيلم ما حسني يلا كفي <applause> <applause> كفي. انت إن لو كنت بتهتم انت لو, لو كان عندك دم انت أيوة لو بتحسي يا عم حتندم حتأكلني مش الباصل خالص يلا شو؟ شو قلت لي سر؟ انه انا متزوجة من فصلة. مين؟ تا <applause> عمل لي وحدة هيك بابا با مين مين؟ انا مين؟ وليه ما بنعرف من قبل؟ ما أحكي بحياتي. وينه؟ شو اسمه؟ كان سياسي؟ لا. رجل أعمال؟ شو كان؟ إنسان عادي طبيعي. كان إنسان عادي طبيعي؟ أيه أيه يعني إنسان عادي. أوف 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 طب بتقولي اسمه بس لتعطينا سكوب على الاخر اسمه الأول مش اسمه. لا مو هاي صفحة انطوت بحياتي من زمان. عندك من أولاد؟ بمتها. قلنا تصريح واحد. عندك أولاد؟ رويدة عندك ولاد؟ خمسة لا خلص بلا سؤال عندك ولاد؟ عندك ولد أنت قلت عندك ولد، لا فوق الله يخليلك يا بعزك شو اسمه؟ لي. بكل العراق يعني آه. ب... ب... بالنسبة للفانز يعني ما حد يعرف إنه أني أم يا لا هذا كثير فبالآخر يعني اعطيتيني كادو كثير كبير عمره ما يكون بوصل ودود ولا هذا اني كنا نتشيل هالمقابل هذا خلص خلص خلصت خلصت ما بقى بدي شيء ما بقى بدي منك شيء أيوة كانت روايدة شاهين الام المتزوجه والمنفصله روايدة افصحتنا عن سر كبير بدي احس السيره الذاتيه صبي ولا بنت بدي احس السيره صبي ولا بنت صبي عندي شو اسمه لا بلا اسم ما احب كل احب يكون بعيد عن ال... ولا مره حطيت صورته لا ابدا ولا راح احط الله يخلي لك عمره اليوم هاي شلون سالفه دي قد عمره؟ تفوت بالتفاصيل 10 6 لا لا اصغر, أصغر صغير اصغر 6 5 تقريبا تقريبا الله يخليك آه إيه؟ بس انا يعني ما احب يعني ممكن هو بس يكبر اذا يحب يكون ظاهر اي بس يعني انا ينتهك خصوصيته حاليا كطفل ما بدي اكثر من هيك مشاهدينا بنشوفكم جمعه جايبة بحلقه جديده من المزح نص جد مين احلى فنان عندك بتحب تسمعيله آه لبناني مثلا وائل كفوري احب يلا بنختم بشيء لوائل كفوري يلا اذا انت ترى ناسيني <applause> <applause> شكرا مشاهدينا اي لاف والله لا خلي عيني ما واذا انت مليت عن الخراب بيني شو بعمل بحالي